كابتن يوسف، فوز مهم جدا، واما الجون بيجي بعد الدقيقه 90 بتبقى الفرحه مختلفه والاصرار بيبان والجديه بتبان. ابارك لك الاول على المباراه واتكلم معاك بعد كده عن الظروف اللي حصلت، لكن اتكلم فنيا على المباراه، كيف ترى الفوز في هذه المباراه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بمسح على الكابتن اسلام وعلى ضيوفه الكرام. مباراه عصيبه طبعا، اولا جايه في بعد مباراه مهمه جدا مباراه الزمالك، وقبل مباراه مهمه جدا مباراه سان داونز، لكن احنا حضرنا اللعيبه واتكلمنا معاهم نفسيا بشكل قوي جدا. ويمكن اول القرارات اللي احنا خدناها ان احنا نبقى ايا كان نتيجه مباراه الزمالك، احنا كجهاز فني قررنا ان احنا نفضل في المعسكر في اسكندريه هنا على اساس ان احنا نحضر لعيبه نفسيا. مباراه الاتحاد كنا عارفينها انها مباراه مهمه جدا 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 ولا تقل اهميه عن مباراه الزمالك، دي بثلاث نقاط ودي بثلاث نقاط. فمن هنا كان قررنا ان احنا نبقى في معسكر اسكندريه على اساس ان احنا نشوف العلاج للمصابين، الريكفري، الاستشفاء، التركيز حتى، وان احنا نعيش مباراه الاتحاد بشكل قوي جدا وبدري جدا. فعشان كده الحمد لله ربنا ادانا، تعبنا وخدنا بالاسباب والحمد لله ربنا ادانا، وادانا في وقت حلو قوي. يمكن لو كنت اتقدمت في الشوط الاول او كده كان المباراه تبقى عاديه، لكن بيديها لك في اصعب وقت في الاخر عشان الحمد لله يبقى الفوز طعم زي ما بنقول يعني. بس المباراه طبعا يعني هنقدر نقول ان احنا النهارده حاطين سبع لعيبه جداد، طبعا في عندنا اجهادات، عندنا اصابات، ايمن اشرف، سعد سمير، عندنا تغييرات كتيره جدا، لكن برضو في نفس الوقت لازم ندي اللعيبه اللي لعبت حقها. انت بتحط لعيبه كلها طراز اول، تحط احمد فتحي، بتحط ياسر ابراهيم، رامي ربيعه راجع الحمد لله النهارده 90 دقيقه من فتره طويله جدا بيأدي مباراه ولا اروع. الثلاثي الامامي اذا كان ازارو او حسين الشحات او جيرالدو، ثلاثه ممكن يشتغلوا في اي وقت. وعندك كمان ناصر ماهر كمل المباراه، نيدفيد رجع بعد الاصابه بعد الايقاف. الحمد لله المجموعه كويسه، السوليه كمان مكمل الشغل بتاعه، فالحمد لله احنا شغالين. علي معلول النهارده انا بشكره بشكل كبير جدا. علي معلول يمكن اللعيب الوحيد اللي واخد الماتشات كلها من اولها لاخرها، وبالاضافه لمنتخب بلاده كمان، لعب منتخب بلاده ماتشين، ماتش مع سويسلاند كسب اربعه، وماتش مع الجزائر خسر واحد، وراكب طياره ويجي معانا ونسافر اسكندريه، فطبعا كتر خيره. المجموعه كلها انا ببارك لها، مجموعه ادت بشكل كبير جدا، روح حلوه جدا، ان شاء الله ربنا يكرم. احنا خلاص هنقفل الملف ده، ثلاث نقاط مهمين جدا وربنا يسهل. انا قلت لك من اسابيع واحنا عايشين مع بعض، قلت لك في سيناريوهات كتيره، لسه احنا لعبنا دلوقتي 23 اسبوع، لسه 11 اسبوع، طلع منهم اسبوع بتاع الزمالك، يبقى عندك 10 اسابيع هيحصل فيهم شغل كبير. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نقفل بقى الملف ده ونبدا نركز في مباراه سان داونز، مباراه قويه، خصم قوي، دور الثمانيه تتكلم، طالما دخلنا في دور الثمانيه يبقى اكيد فريق محترم، فريق عنده يعني عايز اقول اوراق قويه جدا وعنده دوافع قويه جدا، بيلعب على ملعبه وفي وسط جمهوره، فان شاء الله نبدا نركز على طول من بكره ان شاء الله. احنا شفنا الكابتن وليد والكابتن حلمي كان متواجد في غرفه خلع ملابس، بنزل لكم على الشد والجذب اللي حصل ده، يعني عايزين نشرح للناس وانت عندك مصداقيه كبيره يا كابتن يوسف في هذا الامر. بص انا طبعا بحترم كابتن حلمي وبحترم وليد، وليد طبعا زميل ملاعب وجيل واحد، وكابتن حلمي راجل ذوق جدا، وانا بشكرهم ان هم جولنا في الاوضه بعد المباراه وباركوا لنا وتاسفوا لنا. لكن طبعا هي الحته بس الوحيده ان يعني يمكن انا عرفت ان وليد يعني عنده حد في الجهاز، انا طبعا مش عايز اتكلم الموضوع باستفاضه، ضرب عاشور شاط عاشور، وده ما ينفعش لما يكون في كابتن النادي الاهلي وراجل اساسا كان بيحتفل مع زمايله بالهدف وراجع على دكته، وبعدين افاجئ ان يعني فرد من الجهاز الفني يشوطه، يعني دي حاجه لا تليق. لكن في النهايه احنا تمينا احتوينا الموضوع والحمد لله ان احنا لمينا الموضوع والناس تاسفوا جمبر كلنا وخلاص. كابتن حلمي اخونا الكبير ومدربنا وفي نفس الوقت وليد زميل وراجل جيل واحد، والحمد لله يعني الحمد لله ربنا يخليك. شكرا. صابرين معاك يا كابتن اسلام، انضم لي